وأسمح لي الآن أن أقدم لكم رئيس وزراء حكومة الثورة ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والسيدات والسادة أعضاء الدورة 39 للجمعية العامة والمكتب التنفيذي للاتحاد، قيادات العمل السياسي والتنفيذي والنغابي والمهني وممثلي المجتمع المدني، سادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسمحوا لي في بداية حديثي أن أرحب باسم حكومة السودان حكومة وشعبا بانعقاد فعاليات الدورة 39 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في السودان، ولعله من حسن الصدف أن تتزامن هذه الفعاليات مع الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية في الخرطوم قبل 50 عاما. نحن فخورون بروفيسور علي شمو بهذا التاريخ الزاخر، واعتقد انه انا لو ما قلت كلمة واحدة بس اقول يا جماعة انا بتفق مع كل كلمة قالها استاذنا بروفيسور علي شمو لكفانا. الف مرحب بك وانت فخر لهذا البلد. وتلتئم هذه الفعاليات في الخرطوم والسودان يحتفل أيضا في هذه الأيام بالذكرى الأولى لاندلاع ثورة ديسمبر المجيدة، والتي زطر فيها شعبنا ملحمة تاريخية شعاراتها الحرية والسلام والعدالة وأداتها السلمية وهدفها إقامة الدولة المدنية الديمقراطية. حقيقة كشعب يحق لنا أن نفخر، في خلال 50 عام حققنا 3 انتقالات من أنظمة شمولية ديكتاتورية لوضع اللبنات لنظام ديمقراطي تعددي يحترم الرأي والرأي الآخر. سوف ندافع عن هذه الديمقراطية، ونحن نحلم وندعم دور للإعلام متقدم في هذا المجال. الإعلام يلعب دور أساسي في تأسيس ووضع اللبنات لخلق دولة المؤسسات، دولة احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتعدد، وسوف نسعى مع شعبنا لخلق ذلك المناخ الذي يعبر بنا لآفاق أكثر رحابة وأكثر احتراماً لإنسانية الإنسان. لقد ظل اتحاد إذاعات الدول العربية ومنذ تأسيسه كأحد منصات التكامل بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، يمثل نموذجاً في التعاون العملي وفق أهداف وبرامج محددة تحقق نتائج ملموسة تعايشها الشعوب العربية بشكل يومي من خلال التبادل البرامجي في قطاعي الإذاعة والتلفزيون، والدعم الفني الكبير الذي يقدمه الاتحاد للدول الأعضاء. وقد ظل السودان في مقدمة الدول المستفيدة من هذا التعاون التشاركي، فألف شكر على هذا الدعم المتصل من قيادة الاتحاد، وكلنا فخر بأخونا المهندس عبد الرحيم سليمان في قيادة هذا الاتحاد. ألف شكر. ونتطلع في الحكومة الانتقالية إلى مزيد من التعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، وسنكون مستعدين للمضي قدما في تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية. وأدعو كل الأجهزة الرسمية السودانية لتسهيل عمل الاتحاد في السودان وتيسير كل المعينات التي تتيح تنفيذ مشروعات التعاون. إن الطفرة التي يشهدها قطاع الإعلام في الفترة الأخيرة والمرتبطة بالتطورات المتسارعة لتقنيات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي تتطلب منا وضع الخطط والبرامج التي تسمح لنا بأن نكون شركاء في هذه الثورة من خلال تطوير قدراتنا الفنية والتقنية وتدريب الكوادر. ويمثل ذلك أحد مجالات التعاون الرئيسية بين السودان واتحاد إذاعات الدول العربية. ختاماً أتقدم لكم بالتهنئة وأنتم تحتفلون باليوبيل الذهبي لتأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وأمنياتي لكم
بنجاح أعمال دورة اتحادكم 39 حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً في بلدكم السودان. ألف شكر. أصبحنا على خير. ضيوفنا الأجلاء، ربطاً بين الماضي التليد والحاضر السعيد، ونحن في غمرة فجر جديد، كانت هذه الكلمة. باسمكم جميعاً نتوجه بأصدق عبارات الشكر والثناء إلى سيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك عليها، والتي من خلالها نتطلع إلى مرحلة واعدة من أبرز سماتها تقوية الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين هيئات الإذاعة والتلفزيون العربية، ودعم روح الإخاء بين شعوب الأمة العربية. نمر الآن سادتي إلى مراسم التكريم. أدعو السادة رئيس الاتحاد الأستاذ محمد عبد المحسن العواش، والمدير العام للاتحاد المهندس عبد الرحيم سليمان، والأستاذ سعد الجريس النائب الأول لرئيس الاتحاد. أول المكرمين الزعيم الخالد إسماعيل الأسهري، زعيم الاتحاد الحركة الوطنية حركة الخريجين التاريخية، والمعلم المناضل الوطني، رئيس أول حكومة سودانية عام 1954، رئيس الدولة الأسبق والزعيم الذي مد يده بيضاء إلى زعيم الحركة الاستقلالية السيد الإمام عبد الرحمن المهدي، فكان إعلان الاستقلال من داخل البرلمان في 19 نوفمبر 1955، ذات تاريخ انتصار ثورتنا الشعبية، ثورة الحرية والتغيير وحرية سلام وعدالة. التكريم للسيد الأسهري، ويستلم الدرع الأستاذ فيصل محمد صالح. يسعد الاتحاد أن يكرم السيد رئيس مجلس الوزراء في هذه المناسبة التاريخية الدكتور عبد الله حمدوك اعترافا بجزيل رعايته للجمعية العامة وبالغ اهتمامه بأنشطة الاتحاد. ألف مبروك للسيد رئيس مجلس الوزراء بهذا التكريم المستحق. وللإشارة حقيقة أنا شاكر ومقدر لاتحاد إذاعات الدول العربية لهذا التكريم، لكن في اعتقادي هذا التكريم يجب أن يذهب لهذا الشعب العظيم، الشعب السوداني الذي جعل هذا ممكنا. وأعتقد أرجو أن يتم تكريمنا بعد أن نعبر مع شعبنا لتأسيس ووضع اللبنات لنظام ديمقراطي راسخ نتيح فيه الفرصة لشعبنا ليعبر عن خياراته في حرية ويختار قياداته التي سوف تعبر بنا لآفاق أرحب في الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات. شكرا جزيلا.